في الطريق نحو الجنوب لا شيء يوحي بحملات انتخابية لغير الثنائي القابض على الحريات العامة والخاصة في القرى والبلدات المنتشرة في الأقضية المتعددة. أعلام وصور حزب الله وحركة أمل تحتكر المساحات لتمنع على معارضيهما تعليق منشوراتهم، فلا يتوفر لهم مجال للتعبير عن آرائهم خارج المنازل. نصل إلى بلدة أنصار في قضاء النبطي، حيث يستقبلنا محمد متأنقاً ومصمماً على مواجهة التهديدات والضغوط التي يمارسها عليه حزب الله وحركة أمل لسحب ترشيحه إلى الانتخابات النيابية. أعطيك فكرة عن أنصار. أنصار صح مثل كل البلاد اللي موجودة بالجنوب، تخضع لسلطة قوى الأمر الواقع، يعني مش تخضع بمعنى أنه متواجدون فيها، لهم فيها الكلمة. عم تترشح بوجه هذا النهج كيف؟ أول شيء وليش؟ إيه؟ أول شيء في حدان لازم يقول لا لهي الحالة. ثاني شيء قانون الانتخاب اللي انعمل عطانا هامش إلى حد ما للتحرك، فتداعينا نحن مجموعة من الشباب قلنا رؤية واحدة لنقول لا لقمع الحريات، لا للاضطهاد اللي يمارس، لا للمحسوبيات بالوظيفة، بالمستشفى، بالمدرسة، بأي شيء خدماتي ممكن أنا أخذه كحق لألي كمواطن لبناني ما عم بقدر أخذه أنا. طبعا في تهديدات، في رسائل مبطنة، في عبر ناس مثلا حدا بيجي بيقول لك شو بدك بهالشغلة يطلع من هالقصة كذا بتصير، وخاصة هي من الحزب ومكملين مهما كانت النتائج ومهما كانت الصعوبات. ليش شو بدك تقول؟ بدنا نقول انه هذه الارض تستحق منا انه نحن نعطيها، وثمن الحريات غالي بده يندفع. إلى بلدة معركة في قضاء صور ننتقل. هنا لا يبدو الوضع مختلفاً، فالقمع وإرهاب سلاح حزب الله يحيطان بتحركات كل من يقرر الخروج من حصارهما. علي بدوره يترشح ضد الحرمان والفساد، متهماً الثنائي حزب الله وحركة أمل بإخضاع المنطقة والتسلط على الأهالي. بدنا نغير الفساد الموجود، الفساد المستشري من هذه السلطة. ما ظل شيء بالبلد صح، سرقة، رشاوة، مطارات، مخدرات، شو بدك فيه إلا الإصلاح؟ ما في إصلاح إطلاقا. بخوفك سلاح حزب الله؟ يعني أنا كشخص مش مخوفني بقدر مخوف البلد كله، يعني إذا بدك يعني سلاح حزب الله اليوم تداولنا فيه، أني تداولت فيه أو غير تداول فيه، ما عادش تداول محلي يعني الحقيقة، صار سلاح أقوى من حزب الله نفسه، هو نفسه يمكن حزب الله لا يقدر على المونة عليه، اليوم سلاح صار على مستوى دولي، وأي نقاش فيه بالداخل هون يمكن عم نضحك على حالنا يعني. هل قد الوضع سيء؟ إيه الوضع سيء لا شك يعني، وطبعا الرهبة موجودة يعني بالقوة موجودة موجودة، وهذه بتخلي كثير ناس تعمل حساباتها يعني، ولولا وهجة السلاح هذا كان الأمور تختلف كليا يعني. علي كما محمد يطمحان إلى دخول المجلس النيابي لتكريس نهج تغييري يخرج الجنوب من واقعه كرهينة لدى حزب الله وحلفائه. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، الجنوب، لبنان.